أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل لصلاة التراويح والقيام حد معين؟ وما نصيحتكم للأئمة في كيفية أدائها؟ نعم، ليس لها حد معين، كما قرر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم يثبت في تحديد صلاة التراويح عدد معين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان ولم يحدد، فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولم يقل كذا عدد كذا وكذا، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، وترك هذا الأمر للمسلم، فهو الذي يحدد لنفسه، إن أكثر فهو أعظم أجرا، وإن قلل فهو أقل أجرا، ويقوم ما تيسر له من الليل. ولكن الإمام بالذات ينبغي إنه ما يحرم المأمومين من صلاة القيام في رمضان، بل عليه إنه يحرص على أن يستغل هذا الوقت لقيام الليل لنفسه وللمأمومين، يجتهد في هذا ويترك عنه الخوض والتشكيك، لأن بعض طلبة العلم ما لهم هم برمضان إلا القيل والقال: فلان مبتدع، وفلان خالف السنة، وفلان كذا. لا يا أخي، رمضان، قيام رمضان ما فيه تحديد، فمن زاد لم يخالف السنة، ومن قلل العدد لم يخالف السنة، الأمر واسع في هذا. ولكن الشيخ تقي الدين رحمه الله، نظراً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 أو 13، ونظراً لكون الصحابة يصلون 23 في عهد عمر، 23 ركعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في وبمحضر المهاجرين والأنصار، قال رحمه الله: من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يخفف الصلاة فإنه يزيد في العدد كما فعل الصحابة. فالصحابة زادوا في العدد وخففوا في الصفة رفقاً بالناس، قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، الكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالإنسان إذا صلى منفرداً يطول ما شاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد قام بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، أزود من 5 أجزاء في ركعتين، وكان ركوعه نحواً من قيامه، وسجوده نحواً من قيامه عليه الصلاة والسلام، ولا يكمل الركعتين حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يطيق هذا؟ حتى إن حذيفة لما قام معه قال: هممت أن أجلس، وأدعى حذيفة بن اليمان يطول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون أن يقللوا العدد ويخففوا الصفة، هذا خلاف السنة، يقلل العدد ويخفف الصفة هذا خلاف السنة. السنة أنه إذا طول الصلاة يقلل العدد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خفف الصفة فإنه يزيد في عدد الركعات كما فعل الصحابة. هذا هو العدل، هذا هو العدل، والوسط والاعتدال هو الخير. لكن لا نبدع من يصلي 23 كما يقول بعض الجهال، ما نبدع، هذا كله سنة ولله الحمد. اللي يصلي 11 سنة، اللي يصلي 13 سنة، اللي يصلي 23 سنة، اللي يزيد أو ينقص كله سنة. لا نقول فلان مبتدع كما يقوله بعض المجازفين وقليلي العلم والفقه في هذا الأمر. وكما قلت لكم إن بعض المنتسبين إلى طلب العلم همهم في رمضان القيل والقال والتشويش والتبديع، حتى إننا رأيناهم في المسجد الحرام، مع الأسف ما في المسجد الحرام، إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي
لأنه يصلون 23 في الحرم. إذا قام الإمام إلى الخمس البواقي جلسوا يضحكون ويشربون شاهي ويقولون هذا هو السنة وهذا بدعة، الناس يعملون بدعة، ويضحكون ويشربون شاهي ويشوشون على الناس، رأيناهم يفعلون هذا الفعل. هذولا طلبة علم، هذا ما يجوز العمل هذا. لو أنهم على الأقل خرجوا من المسجد، لو خرجوا من المسجد راحوا لبيوتهم أو لأي مكان، أما أنهم يجلسون في المسجد يضحكون ويشربون الشاهي والمياه ويمزحون فيما بينهم ويقولون حنا من خالف المبتدعة، هذا شيء لا يجوز. نعم.